بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة كتاب الفتن والحوادث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذه المجالس المعقودة في الحرم المكي في مدارسة هذا الكتاب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث، ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث مخرج في الصحيحين، وجاء بعدة ألفاظ، فمنها: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وجاء بلفظ: من رأى منكم من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وجاء في لفظ ثالث: إذا رأى أحدكم من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، وفي رواية: فميتته جاهلية، ورواية الثالثة: فميتة جاهلية. إذن جاءت بالتنوين فميتة جاهلية، وجاءت فميتته جاهلية، وجاءت بلفظ ثالث: فميتة جاهلية أو فميتة جاهلية. هذا الحديث مفسر الحديث الذي سبق في ذكر من بايع أميرا فأعطاه صفحة يمينه ومهجة نفسه، وفيه دليل على أنه لا يجوز الخروج على الإمام الذي انعقدت له البيعة، فيجب أن يسمع له ويطاع بالمعروف، ليس الطاعة مطلقة وإنما بالمعروف، لأن الله جل وعلا يقول في آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال: أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله مطلقة وهي عبودية لله، وكذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة لأنها أيضا عبودية لله، وطاعة أولياء الأمور ليست مطلقة وإنما مقيدة بطاعة الله ورسوله، ولهذا لم يقل جل وعلا: وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة ولاة الأمور مرتبطة بطاعة الله ورسوله، دل على أنها ليست مطلقة، دل على أن الطاعة لولاة الأمور طاعة مقيدة بالمعروف، وهذه الطاعة المقيدة تشمل ولاة الأمور وهم صنفان: الأمراء فيطاعون في أمر الدنيا والسياسة، والعلماء فيطاعون بدين الله جل وعلا بيانا وإيضاحا للحلال والحرام ودين الله سبحانه. إذا جار الإمام أو جار العالم، ما موقفنا من جوره وظلمه؟ هل ننزع اليد من طاعة ونقول لا طاعة له؟
أذل قالته أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين ينزعون الطاعة عن الإمام إذا عصى. لماذا؟ لأن معصية ولي الأمر كفر، وبالتالي لا يجوز أن يطاع له، هذا بناء على مذهبهم الفاسد في تكفير صاحب الذنب والمعصية. والمعتزلة قالوا إن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا، فإذا جار ولي الأمر وجب الخروج عليه، هذا مذهبهم الفاسد. أما أهل السنة والجماعة المستقيمون على ما جاء في القرآن والسنة فإن طاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء ليست مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة، والدليل على أنها مقيدة قول الله جل وعلا كما سمعتم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فلما لم يكرر الفعل أطيعوا، لما لم يكرره مع ولاة الأمور دل على أن طاعتهم ليست مطلقة كطاعة الله وطاعة رسوله. ودليله من السنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية وأمر عليهم أميرا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فلما ذهبوا أغضبوا أميرهم وحامقوه، فقال: ألم يقل لكم النبي أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. فأمرهم فجمعوا حطبا عظيما ثم أمرهم أن يوقدوا فيه، فلما أوقدوا فيه نارا قال: ادخلوا فيها. فهم بعضهم بالدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوه، فقال عقلاؤهم: تريثوا، لا تستعجلوا حتى تستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إليه أخبروه بما وقع بينهم وبين أميرهم وأنه أمرهم أن يدخلوا في النار، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. ما المعروف؟ ليس المعروف المشتهى ومرادك وتحقيق رغبتك، وإنما المعروف أي بغير معصية. ولهذا أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الإمامة، أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. ودليله أيضا حديث ابن عباس هذا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. إذن الأمر الأول أن يرى، لا مجرد السماع أو تشويش المشوشين أو إذاعتها من غير توثق، وإنما لا بد أن يراه ويتأكد منه، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي انتشرت فيه الوسائل الإعلامية التي تنقل الأخبار المهولة والكاذبة. فقال: من رأى. إذن لا بد الأمر ينبني على ماذا؟ على يقين أو على غلبة ظن. من رأى من أميره دل على أن المراد به هنا الأمير الذي له بيعة، ويدخل في الأمير نوابه، أمراء المناطق والمحافظات والجهات التابعة لإمرته. من أميره شيئا يكرهه، شيئا أي شيء، صغير أو كبير، دقيق أو عظيم، لأن شيئا نكرة جاءت في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط تدل على العموم. من رأى من أميره شيئا يكرهه، والكراهية هنا ليست كراهية طبعية أو نفسية، وإنما كراهية أمر يتعلق بالدين المتعبد به.
إذن رأى منه جورا، رأى منه معصية، رأى منه ذنبا، فليصبر، أمره بالصبر، ما قال فلينابذه بالسيف أو فليخرج عليه أو فليسعى إلى عزله وإبدال غيره به، قال فليصبر. جاء في رواية ولا ينزعن يدا من طاعة، فجملة ولا ينزعن يدا من طاعة تأكيد على قوله صلى الله عليه وسلم فليصبر. ثم قال فإن من فارق الجماعة، يعني نزع اليد من طاعة، خرج بنفسه أو أنه دعا وبرر وسوغ الخروج عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا أي شيئا يسيرا فمات وهو مفارق للجماعة فميتة جاهلية. دليل على أن الجماعة تنعقد بالإمام، وأن الإمام لا تنعقد الإمامته إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. فمن نزع اليد من طاعة ومات وليس في عنقه بيعة لإمامه وأميره فمات حين يموت، يموت على كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله فميتة جاهلية أو فميتته جاهلية أو فميتة جاهلية من ألفاظ الوعيد، أي أنه كأنه مات على خصال الجاهلية، وخصال الجاهلية أقل أحوالها أنها من كبائر الذنوب، فدل على وجوب السمع والطاعة للإمام بالمعروف، وأن الخروج عليه من الفتن التي تسفك معها الدماء وتخاف معها على الأنفس والأموال والأعراض ولا تؤمن فيها السبل، وهذه من الفتن التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام تقع في آخر الزمان. ويزيد الحديث بيانا الأحاديث التي بعده. نعم. ولأبي داود عن ابن مسعود عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي؟ قال مما مضى. ولأبي داود، وهو الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى في سنة 254، وهو تلميذ الإمام أحمد صاحب كتاب السنن المشهور، من حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي المكي ابن أم عبد من السابقة الأوائل من المسلمين والمهاجرين ومن علماء هذه الأمة الكبار، أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلك فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. قلتم أمما بقي؟ قال مما مضى. قوله عليه الصلاة والسلام تدور رحى الإسلام، لأهل العلم فيها معنيان: الأول الحرب والقتال، أنها تقع بينهم حرب عظيمة في خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، وقربها عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعلم الغيب. والمعنى الثاني وهو قول الجمهور أن الدين يستقيم من غير فتن ولا هرج ولا مرج في سفك الدماء ستا وثلاثين سنة أو سبعا وثلاثين سنة، وقد وقع ذلك حتى قتل من عثمان رضي الله عنه، فرفعت الفتن رأسها ووقعت المقاتل العظيمة خصوصا في الجمل ثم في صفين
التي ذهب من جرائها عشرات الآلاف من المسلمين. ويفسر هذا الحديث الرواية التي بعده على طريقة الشيخ أنه يسوق الأحاديث التي يفسر بعضها بعضا. يفسر حديث عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن سلام الآتي. نعم. وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال له عثمان رضي الله عنه: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي منك داخل. قال: قال. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. عبد الله مفعول سمى. أحسن الله إليك. إيه نعم. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله تعالى، نزل في قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، الآية. ونزل في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالله الله في هذا الرجل، إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، وليسألن سيف الله المغمود عنكم، فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي: حسن غريب. هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، وهو في سياق أحاديث الفتن، فإن الخروج على إمام المسلمين والتشغيب عليه، سواء خروج بالرأي وإشاعة مثالبه أو خروج عليه بالسيف، أنها من الفتن التي تورث الهرج والقتل. وأول فتن المسلمين العظيمة وقعت بهذا الأمر، لما خرجت الخوارج على من؟ على عثمان رضي الله عنه، ثم على علي رضي الله عنه. وهذا شأن الخوارج، خروجهم على ولاة أمور المسلمين. الخوارج أول ما خرجوا أشاعوا مثالب عثمان وأذاعوها بين الناس، قالوا: عثمان يولي قراباته الولايات ويستأثر بالمال والمناصب ويظلم، ولا يولي أمور المسلمين من هو مستحق لها. فهذا الأمر بهذه الصفة أوغر صدور الناس عليه. فلما أوغرت الصدور أوهموا الناس أنهم يحجون، وقد تكاتبوا في البصرة والشام ومصر واليمن على أنهم يفدون إلى المدينة، والناس في مكة. فاجتمعوا في المدينة حتى كانت لهم شوكة وقوة باجتماعهم. فما كان بعد ذلك؟ كان بعد ذلك أنهم عزلوا عثمان عن الصلاة، ثم حصروه في بيته ألا يخرج منه. في مدة حصاره في بيته دخل عليه عبد الله بن سلام الذي كان حبرا من أحبار اليهود ومن ساداتهم وابن سيدهم، ولكنه آمن بعدما رأى أمارات النبوة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بهته اليهود. فإنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت وإنهم قادمون عليك، فسلهم عني. فلما أراد اليهود الدخول على رسول الله قام عبد الله إلى بعض المنازل يسمع صوتهم ولا يدرون عنه، فقال لهم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا
فقال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا حاشاه من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أنه النبي الخاتم فآمنوا به، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبهته اليهود قالوا هو شرنا وابن شرنا، لأنهم قوم بهت. عبد الله بن سلام هذا دخل على عثمان لما حصر في بيته، دخل عليه لما حصر في بيته، حصره الخوارج، فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك، جئت في نصرتك. متى؟ لما أريد عثمان، يعني أريد قتله من الخوارج. فقال عثمان رضي الله عنه أخرج إلى الناس فاطردهم عني. من الناس؟ قال هنا العهدية، أي الصحابة وأبناء الصحابة، فإن الصحابة كل واحد أرسل ابنه، فأرسل علي الحسن والحسين رضي الله عنهم، وأرسل طلحة، أرسل طلحة ابنه محمدا، وأرسل الزبير ابنه عبد الله رضي الله عن الجميع ليذبوا ويدفعوا عن عثمان. قال أخرج فطرد الناس عني. لماذا؟ لماذا فعل ذلك عثمان؟ لا يريد أن يهراق بسببه قطرة دم، يريد أن يحقن دماء المسلمين. فقد جاوز 80. قال أخرج إلى الناس فطردهم عني، فإنك خارج خير لي من داخل. في رواية الترمذي فإنك خارجا خيرا لي منك داخلا، تخرج عني خير من أن تدخل فتنصرني رضي الله عن عثمان. فلما عزم عليه عثمان على عبد الله بن سلام أن يخرج، خرج عبد الله بن سلام، فقال عبد الله بن سلام للناس أيها الناس، يبين منزلته وقدره وشأنه كيف أن الله من عليه بالإسلام. وهذا في تعريف العالم نفسه وقدره ليعرفه الناس ويثمنوه منزلته وينزلوه مكانته اللائقة به. قال أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، أي قبل أن يسلم، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. إذن أنا عبد الله باسم النبي عليه الصلاة والسلام لما سماني به، ونزلت في آيات من كتاب الله، نزلت فيه آيتان شهيرتان في القرآن، آية في سورة الأحقاف وآية في سورة إيش؟ الرعد في آخرها. سورة الأحقاف مدنية أو مكية؟ الأحقاف سورة مكية، إلا هذه الآية التي أنزلت في عبد الله ابن سلام، وهو قول الله جل وعلا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، أي كان هذا القرآن وهذا الدين من عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من هو هذا الشاهد من بني إسرائيل؟ هو عبد الله ابن سلام، شهد على مثله أنه دين حق وأنه كلام الله وأن هذا المبعوث هو نبي الله عليه الصلاة والسلام. ونزل في هذه الآية من الرعد، ونزل في أي في سورة الرعد في آخرها، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الذي عنده علم الكتاب من هو؟ عبد الله بن سلام، وشهد بأن الرسول حق وهو النبي الخاتم. ثم قال عبد الله بعدما بين منزلته ومكانته ليعرف، يعرف قدره، قال إن لله سيفا مغمودا عنكم، السيف المغمود عنكم هو القتل،
عبر بالسيف وهو الآلة التي تفضي إلى القتل، وإن الملائكة عليهم السلام قد جاورتكم في بلدكم هذا. الإشارة إلى أي بلد؟ إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، نزل فيه أي مهاجرا لما هاجر من مكة إلى المدينة. فالله الله في هذا الرجل، الله الله أي أخوفكم بالله وأغريكم بالله في هذا الرجل أن تقتلوه، يعني عثمان. والخطاب هنا للخوارج الغوغائية ولغيرهم، فوالله إن قتلتموه، إن قتلتم هذا الرجل يعني عثمان وهو أميركم وأمير المؤمنين، لتطردن أو لتطردن أنتم بهذا القتل لعثمان جيرانكم الملائكة. إذا طردوا جيرانهم الملائكة بماذا يستحقون؟ يستحقون غضب الله ومقته، وليسلن سيف الله المغمود عنكم. إن قتلتم عثمان أوقعتم السيف والقتل في المسلمين، فلا يغمد إلى يوم القيامة، لأن عبد الله بن سلام عنده علم الكتاب في قومه، وهذا من العلم الذي عند بني إسرائيل. لم يقبل الخوارج الغوغائية هذا النصح، وإنما قال قائلهم اقتلوا هذا اليهودي، فسبوا عبد الله بن سلام باليهودية التي نجاه الله منها والتي تركها وأسلم. عبد الله بن سلام عالم ولا جاهل؟ أنت يا أخي، أنت صح النوم، عبد الله بن سلام عالم ولا جاهل؟ من علماء من؟ ما هو علماء اليهود؟ طيب، هو عالم عند اليهود وعالم في هذه الأمة من الصحابة، فلا تنم. ماذا قالوا في هذا العالم من علماء الصحابة؟ قالوا إنه يهودي، عيروه بما كان عليه قبل أن يسلم، وهذا منهج للخوارج قديما وحديثا، وهو ازدراء العلماء واحتقارهم وتعييرهم. لا يهمونكم العلماء، هؤلاء علماء كراسي، علماء دراهم، علماء السلاطين، هيئة كبار العملاء، وهذا طريقة الخوارج قديما وحديثا في أن يسقطوا العلماء. فإذا أسقطوا العلماء سهل الدرب أمامهم ليغوا الجهلاء والغوغائية والدهماء. فقالوا اقتلوا هذا اليهودي واقتلوا عثمان، فقتلوا عبد الله بن سلام وقتلوا عثمان، فوقع فيهم ما حذرهم ونهاهم عنه عثمان، وقع فيهم السيف. ولهذا أول خروج الخوارج الفعلي كان على عثمان لما قتلوه، وهذه من أعظم الفتن التي وقعت على هذه الأمة، ولم يزل السيف بسبب الخوارج مباشرة وبأسباب أضدادهم بطريق غير مباشر واقع في هذه الأمة. نعم. ولهما أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. هذا حديث حذيفة في الفتنة ساقه المصنف من ثلاثة أوجه تفسر الروايات بعضها بعضا. لهما لمن؟ للبخاري ومسلم. نتكلم على الروايتين الأولتين بإيجاز، ونرجع الكلام عليه على الرواية الأخيرة التامة لهذا الحديث. نعم. أحسن الله. ولهما أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه فقلت أنا، فقال إنك لجريء. قال كيف؟ نعم، إنك لجريء أي ما أجرأك. عمر رضي الله عنه مهيب، ما أجرأك على
هذا القول بأنك تحفظ حديث رسول الله بالفتنة. فقال له حذيفة: وكيف؟ كيف؟ قال عمر: كيف ذلك؟ كيف هذا الحديث؟ نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة. ها، الرواية التي في صحيح مسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، هذه رواية مسلم بذكر الأمور الخمسة: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف، دلالة على أن الطاعات والحسنات يذهبن السيئات. نعم. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ يقول عمر: لا أسأل عن هذه الفتنة، أي الفتن الصغار، وإنما أسأل عن فتنة عظيمة تموج كما يموج البحر. البحر إذا هاج يغرق السفن ويهلك الأحياء، أي أنها فتن عظيمة تغير الناس ويموجون فيها لا يدرون أين يتجهون، لم يتميز فيها الحق من الباطل. فقال حذيفة: نعم. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. هذا يدل على أن حذيفة يعلم هذه الفتنة التي تموج. ما لك ولها يا أمير المؤمنين، أي لما تسأل عنها، لما تسأل عنها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. وهذا فيه علم حذيفة وفقه حذيفة رضي الله عنه، فجمع الله له بين العلم والفقه. نعم. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. نعم. سأل عمر لما قال حذيفة: بينك وبينها بابا، قال: يفتح أم يكسر؟ لأنه إذا فتح صح إغلاقه، لكن إذا كسر لا يغلق، خلاص يزول الباب. قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ذلك أجدر، أي أحرى ألا يغلق أبدا. نعم. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة رضي الله عنه: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر: نعم. قال: ذلك أجدر ألا يغلق يا أمير المؤمنين، ذلك أجدر ألا يغلق إذا كسر. فقالوا لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: هل كان عمر يعلم من هذا الباب؟ لأن عمر هو هذا الباب، فإن عمر رضي الله عنه لإمامته وسابقته وهيبته كان حاجزا بين الفتن وبين هذه الأمة. قال: نعم، يعلم كما أن دون غد الليلة. غدا ما هو؟ بكرة وشو؟ الاثنين. وقبل الاثنين هذه الليلة، يعني أمر أكيد يقيني. فهبنا نسأل حذيفة. وهذا فيه أن طالب العلم إذا هاب شيخه استفاد منه، إذا هاب المتعلم، إذا هاب المتعلم معلمه استفاد منه، وإذا نقصت مهابة المتعلم نقصت مهابة المتعلم من معلمه لم يستفد منه. هابوا حذيفة فكلفوا أبلغ طلاب العلم عند حذيفة وهو مسروق بن الأجدع، فقلنا لمسروق: سله عن هذا الباب من هو. فسأل مسروق حذيفة فقال: الباب عمر.
ليس فيه أن حذيفة كتم العلم، وإنما فيه أنه لم يخبرهم، فلما سأله طالبه أخبرهم بهذا الجواب. وهذا فيه أصل عظيم يا أخواني، وهو إجلال العلماء، فإن إجلال العالم من أعظم أسباب انتفاع الناس من علمه. نعم. ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة رضي الله عنه. فقال: أقبلنا مع أبي موسى رضي الله عنه قافلين، وغلت الدواب بالكوفة. فسألت أبا موسى رضي الله عنه أنا وصاحب لي، فأذن لنا فقدمنا الكوفة. فقلت لصاحبي: إني داخل المسجد، إذا قامت السوق خرجت إليك. فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم. نعم، قدم هذا الرجل مع صاحبه في رهط من بني ليث، أتوا يسألون عن حديث حذيفة في الفتن، فأقبلوا مع أبي موسى الأشعري راجعين، وغلت الدواب بالكوفة، أي دخلت جوف الكوفة. فسألت أبا موسى أنا وصاحبي، وهم يريدون حديث حذيفة في الفتن، فأذن لنا فقدمنا الكوفة. يقول: قلت لصاحبي: إني داخل المسجد أجلس فيه، فإذا قامت السوق اجتمع الناس وحصل البيع والشراء خرجت إليك. يقول: فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة علم كأنما قطعت رؤوسهم، أي منصتين مذعنين مستمعين لحديث رجل. من هذا الرجل؟ هو حذيفة رضي الله عنه. نعم. فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل. قال: فقمت عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي. قال: فقلت: من هذا؟ قال: أبصري أنت؟ قلت: نعم. قال: قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا. فدنوت منه فسمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: لما انتظم في الحلقة التي كأنما قطعت رؤوسهم، كقول البراء بن عازب في حديثه: كأن على رؤوسهم إيش؟ الطير، أي إنصاتا وخشوعا وخضوعا وإشرباب لهذا المتحدث بالكلية. سأل هذا من جنبه: من هذا الرجل؟ قال: أبصري أنت؟ يعني من خارج المدينة، من خارج الكوفة. قال: نعم. فقال: قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا، لأنه معروف، وهو حذيفة بن اليمان، عذره لأنه يجهله. قال: فدنوت منه فسمعت حذيفة رضي الله عنه يقول، في ذكر حديث الفتن الذي اختص به حذيفة. نعم. فسمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لم يسبقني. قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ فقال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله. نعم. واتبع ما فيه. لماذا قال: فإن الخير لم يسبقني؟ مراد حذيفة أي أني سأحصل الخير، إما أسمعه من سؤال السائلين للنبي عليه الصلاة والسلام، أو سيبلغني ذلك. ولكن من فقه وفطنة حذيفة أنه سأل أسئلة انتفع الناس منها بعده، ما سأل عن الخير وأسبابه، إنما سأل عن الشر لاجتنابه. ولهذا يا أخواني، معرفة الشر مفيدة، لا لذاتها ولكن لاجتناب الشر وتوقيه. قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. وفي القرآن سأل إبراهيم ربه، قال: رب اجنبني وبني إيش؟ أن نعبد الأصنام. لأنه إذا جنبه الله وجنب بنيه الشرك، إذن استمروا واستقاموا على التوحيد.
وهنا حذيفة سأل النبي عن الشر، لأن غيره سيسأل النبي بالضرورة عن إيش؟ عن الخير. فقال صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا، قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. هذا فيه أن من أراد النجاة من الشر فليستقم على القرآن، وليستقم على وحي الله الكتاب والسنة، ويتعلم ما فيها لينجو. والفتن أعظم من ينجو منها من هم؟ العلماء، هم أعظم من ينجو من هذه الفتن. نعم. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات. نعم، لما سأل حذيفة أبعد هذا الخير شرا، قال: نعم، فتنة وشر بعد الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: بعد ذلك الشر الذي هو شر وفتنة، هل فيه خير؟ أعاد عليه الأمر مرة ثانية، قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، لأن اتباع كلام الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعلم منجاة من هذا الشر وهذه الفتن. نعم. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن، وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. نعم، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: هدنة على دخن. والدخن هنا على فساد واختلاف، وهدنة يعني مدتها ليست طويلة، وجماعة على أقذاء فيها. الأقذاء الأهواء المختلفة، شبهها النبي بالقذى وهو الأذى. على أقذاء فيها، أي في هذه الفتن، أو فيهم في قلوبهم ونفوسهم. نعم. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه 3 مرات. كررها كم الآن؟ 3، وقبلها 3، وقبلها 3، كم المجموع؟ 9 مرات. اتبع كتاب الله وتعلم ما فيه. هذا خاص بحذيفة أو بالجميع؟ بجميع المسلمين ممن أراد النجاة من الفتن، وأراد حفظ دينه، وأراد السلامة يوم يقدم على ربه، أن يتعلم العلم ويعمل به. تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. هل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الشر المستحكم. قال: نعم، فتنة عمياء صماء. عمياء يعمى الإنسان فيها أن يرى الحق بدليله، صماء حتى لو قرئ عليه القرآن والحديث لم يسمعه. التشويش في ماذا؟ في القرآن والحديث أو في سمعه؟ التشويش في سمعه، لا يسمع كلمة الحق، ولا يسمع نصيحة الناصح، لأنه ازدراه واحتقره. فإذا نصحه العلماء قال: إيه، علماء سلاطين، علماء كراسي، كتبوا الحق ولم يبينوه. هذه الفتن العمياء الصماء، يعمى الإنسان عن الحق ويصم أذنه عن قبوله. ما شاهدها؟ دعاة على أبواب جهنم، يعني قلوبهم قلوب الشياطين، لكن مظاهرهم مظاهر الناصحين. من يكشف هؤلاء؟ العلماء، من تعلم العلم كشفهم. نعم. فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم. نعم، هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم في الفتن العمياء الصماء التي يختلط فيها الحق بالباطل ولا يتميز، لو تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، يعني على جذع شجرة، خير من أن تتبع هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم. هم دعاة، ويظهر للناس أنهم دعاة للخير ودعاة إلى الله، لكن قلوبهم قلوب الشياطين، يدعون إلى طوائف وإلى حزبيات
وإلى جماعات تخالف وحي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فما أكثرهم. كلما بعد الزمان عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقرب الزمان من الآخرة، كلما كثر دعاة جهنم، وكلما قل العلماء. وقد فطن لهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماؤكم؟ كثر القراء سواء قرأوا القرآن أو قرأوا الأحاديث، وصاروا يهذونها هذا، فينسحر الناس بحفظهم وينسحر ببيانهم، لكن بدون فقه وبدون علم. وكيف أنتم إذا كثر خطباؤكم يتكلم بالخطبة الساعات الطوال لا يمل الناس خطبته، وقل فقهاؤكم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. المنافق قلبه خير أو شر؟ قلبه شر، قلب الشيطان، لكنه عليم اللسان، أي فصيحه في بيانه وفي ترهيبه وفي ترغيبه، يسحر الناس لو يتكلم الساعات لم يملوا منه، لكنه في حقيقته من دعاة جهنم، لا يدعو إلى السنة المحضة ولا إلى العقيدة الصحيحة ولا إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يدعو إلى تعصب أو جماعة أو حزب أو طائفة، وهم يكثرون في آخر الزمان. متى؟ إذا قل العلماء. هذه الرواية الثانية لحديث حذيفة، سيسوق الشيخ الآن الرواية الثالثة التي جاءت في الصحيحين بسندهما عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه في ذكر حديث الفتن الذي هو أصل في هذا الباب. أصل باب الفتن هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم. ولهما عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. نعم. كم ذكر في هذا الحديث من شر؟ ذكر الشر الأول في الجاهلية، ثم الشر الذي بعد الخير، ثم الشر الثالث المستحكم. كم ذكر فيه من خير؟ ذكر فيه خيرين: الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خير يأتي بعد الفتنة والشر وفيه دخن. ونقف مع هذا الحديث بهذه الرواية كما وعدتكم، فإن أبا إدريس الخولاني وهو من كبار التابعين وساداتهم، وش يقول؟ سألت حذيفة رضي الله عنه عن حديثه في الفتن، وكان الصحابة
والتابعون يضربون أكباد الإبل والمطي إلى حذيفة بن اليمان يسألونه عن أحاديث الفتن. أين كان حذيفة؟ كان في الخرطوم ولا في كسلة؟ لا يا أخي، ما كان في المدينة لما انشغلت، كان في الكوفة في أحد مصري العراق. فقال رضي الله عنه: كان الناس، والناس هنا بأل العهدية أي الصحابة، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الخير، لأن النفوس مشرئبة متطلعة إلى الخير، تبحث عنه لتعمل به. من فطن حذيفة وفقهه وعلمه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يسأله عنه غيره، فانتفع حذيفة أولا وانتفع الناس بعده ثانيا، ولم نزل نحن في هذا الانتفاع. يقول رضي الله عنه: فسألت النبي عن الشر، ليه؟ مخافة أن أقع فيه. ليدلكم على أن سؤاله عن الشر لا لذات الشر، ولكن ليحذره ويتقيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. مثاله: إذا أتيت إلى الشيء المتلوي تظنه حبلا ثم قرصك، تعرف أنها إيش؟ حية، هل تلمسها مرة ثانية؟ الجواب لا. أتيت إلى بيضة تظنها شحمة فلما عضضتها وإذا هي حجر مرمر فانكسر سنك، هل تعضها مرة ثانية؟ لا. فكان حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الشر مخافة أن يدركه ويقع فيه، فنفع الله المسلمين بسؤال حذيفة كما نفع الله به حذيفة. فقال عليه الصلاة والسلام، قال حذيفة في سؤاله: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر. الجاهلية في عدم الإسلام، الشرك، وهي الشر، الفتنة في عدم الإيمان، أعظم الفتن عدم الإيمان. وجاءنا الله بهذا الخير، يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام، القرآن، السنة. فقال: هل بعد هذا الخير من شر؟ هل يأتينا شر بعد هذا الخير الذي نحن فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، سيأتي شر بعد هذا الخير، ستأتي أعمال للجاهلية بعد هذا الخير. فقلت: يا رسول الله، وهل يأتي بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي ليس خيرا خالصا ولا خيرا محضا ولا هدى كاملا، فيه دخن، أي فيه غبش وفيه عدم وضوح. فهذا معنى الدخن، وهو الدغل المتعلق بفساد القلب وعدم القناعة للتعيير والتهم، أي أن القلوب لا يصفو بعضها لبعض، بل يكون فيها ما يكون من الشنآن والخبث الذي يمنعها من هذا الصفاء والنقاء. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ ما هذا الدغل؟ ما هذا الحقد؟ فبينه عليه الصلاة والسلام. الرسول قادر يقول فلان وفلان وفلان، يعينهم بأعيانهم، لكن لما كان الدين ربانيا والوحي إلهيا، لو عين الشر بأعيانه خفي على الناس غيرهم الذي ليس من أعيانه، وإنما بينهم النبي بأوصافهم، كما بين أهل البدع بأوصافهم، بين الخوارج بمن؟ بأوصافهم، ولم يبينهم بأعيانهم إلا عينا واحدة. من هو؟ عبد الله بن ذو الخويصرة، قال: سيخرج من ضئضئ هذا قوم، ثم وصفهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم،
وقيامكم إلى قيامهم. ذكر أوصافهم: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول البرية. إذا سمعت كلام تقول: يا زين هالكلام، آية وحديث، لكن يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قلت: ما دخنه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قوم. جاء بلفظ التنكير ليدل على العموم، أي ليسوا قوما واحد وإنما أقوام. قوم يستنون بغير سنتي. تنظر في واقعهم وتستبصر في حقيقتهم، وإذا هديهم على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما إلى الشرق أو إلى الغرب، أو يتعصبون للرجال والمذاهب ويردون الأحاديث والوحي لأجل ذلك. هؤلاء استنوا بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى من تعصب إلى الفرق والمذاهب والجماعات، تجدهم على هذا النحو، استنوا بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تعصبوا لزعمائهم ورؤسائهم وكبرائهم، وهذا لا ينفعهم يوم القيامة. وفي آخر الأحزاب قالوا: ربنا إنا أطعنا من؟ سادتنا وكبراءنا، أي عظماءنا ومرؤوسينا، فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي آية البقرة: إذ تبرأ الذين إيش؟ ها؟ الذين اتبعوا، أي المتبوعين من الرؤساء، من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. تبرأ المتبوعين من أتباعهم، وسيتبرأ الأتباع من متبوعيهم، إلا أهل السنة البيضاء والسنة المحضة، فإنهم لن يتبرأوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا من صحابته، ولا من أئمتهم. وكذلك النبي والصحابة ومن بعده لن يتبرأوا من المؤمنين. هذه أعظم أسباب النجاة، إن أردت النجاة يا رعاك الله. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. عندهم حق وعندهم باطل، عندهم صدق وعندهم كذب، عندهم سنة وعندهم بدعة. وهذا معنى أنه خير فيه دخن، أي ليس صافيا، فيغتر الجاهل والعامي، يغتر بما عندهم من خير ويغمض عينه بما عندهم من شر، يبرر معصيتهم بما عندهم من طاعة، يبرر سنتهم بما عندهم، يبرر بدعتهم بما عندهم من سنة. تعرف منهم وتنكر، تعرف يعني ما هو حق وتنكر ما هو باطل ليس بحق. قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير الذي فيه دخن، الذي فيه سنة وبدعة تعرف منهم وتنكر، هل بعده من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فتنة عمياء. في الرواية السابقة إيش؟ عمياء صماء. فتنة عمياء، فتنة تعم الناس حتى يعمى فيها الحق ويصم فيها الحق فلا يعرف. فقال: صفهم لنا. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. أجاب الداعين إلى هذه الأبواب، زانت ألسنتهم واسودت قلوبهم كما سيأتي. وهذا في حديث الفرق حديث واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله، وخط عن جنباته خطوطا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها إيش؟ شيطان يدعو إليه، يعني داعية من دعاة جهنم. ليس شيطان في صورته، صورته صورة إنسي، صورة حسنة، لكن حقيقة دعوته مغايرة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال لهم قلوب الشياطين في سورة إيش؟ الأناسي. وقرأ قول الله جل وعلا من آخر الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حذيفة رضي الله عنه موفق مسدد في أسئلته، قال صفهم لنا يا رسول الله، من هؤلاء الموصوفون؟ الدعاة على أبواب جهنم. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، أي سأصفهم لك. فانتفعنا هذه الأمة من حذاقة حذيفة في أسئلته. قال قوم من جلدتنا، أي ليسوا أجناب عنا، نعرفهم، نعرف أنسابهم، نعرف عوائلهم، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ليس كلامهم غريب عنا، وهم دعاة على أبواب جهنم، وهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ثم سأل حذيفة سؤالا عظيما، قال يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك، إن أدركت هؤلاء القوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم يفرقون الناس ولا يعون على دين الله، إن أدركت ذلك ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وانتبه يا رعاك الله إلى هذا الجواب النبوي على سؤال حذيفة، إذا أدركت هذه الفتن والفرق والاضطرابات والقلاقل والإحن، فإن أردت المنجى وأردت العصمة فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن في الحديث أن لزوم الجماعة منجى من الفتن ومنجى من الهلكة في الدنيا والآخرة، وفيه دليل لما ذهب إليه أهل السنة أن لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة، والدليل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لأنه لا جماعة إلا بالإمام. ولو قال تلزم جماعة المسلمين وسكت لظن من ظن أن المراد بها الكثرة، الجواب لا، جماعة المسلمين المنعقدة على إمام صحيح شرعي له بيعة صحيحة شرعية في أعناقها، وأن هذا منجى ومعصم من هذه الفتان. وفق الله حذيفة فسأل سؤال آخر وهو سؤال واقع، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي أنه بلغ الاضطراب فيهم اضطرابا عظيما حتى لم يجتمعوا على إمام واحد، لكل طائفة وجماعة إمام ويتنازعون ويتحاربون ويتقاتلون وتسفك فيه الدماء بسبب ذلك، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يا رسول الله ماذا أعمل؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. دل على أن من الفتن كثرة الفرق، كثرتها التي تخالف الجماعة والإمام، وهذا معنى قولهم تخالف السنة والجماعة، اعتزل تلك الفرق كلها، لا تخض معهم، لا تنتسب إلى أحد منهم. طيب يغضبون علي، يصنفونني، يعادونني، ولو اعتزل تلك الفرق كلها، ومعنى ذلك أن يسلم الناس من شرك، وهذا في آخر الزمان بأن تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله من؟ القاتل. متى؟ إذا لم يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ضاعت الطاسة كما يقال، يقاتلون عمية وجاهلية، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام
فاعتزل تلك الفرق كلها، وكلها تأكيد لهذا الاعتزال لجميع الفرق، حتى لو أدى أمر اعتزالك للفرق كلها أن تعض بأنيابك وأضراسك على أصل شجرة على جذعها حتى تموت ناجيا من دماء الناس وأعراضهم، يعني من شدة البعد أن تعض بنابك على جذع الشجرة. إذا عض الإنسان على شيء هل يستطيع يتكلم؟ ها؟ يستطيع يتكلم؟ لا يستطيع، فبالتالي يسلم الناس من شر لسانه. هل يستطيع يأكل؟ ها؟ لا يستطيع، فيسلم جوفه من دخول الحرام. هل يستطيع يتحرك بيده وببدنه؟ الجواب لا، فيسلم الناس منه حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا فيه يا أخواني أن النجاة من الفتن باجتنابها واعتزال أهلها. ما السبيل إلى ذلك؟ بالعلم، أن تتعلم الوحي، أن تتعلم الفتن والنجاة والنقاء منها. بيّن النبي هذا هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم فقال: يكون بعدي أئمة. ومعنى أئمة يحتمل معنيين: أمراء، ويحتمل علماء، لأن أولي الأمر العلماء والأمراء. أئمة يقودون الناس سواء قادوهم بحق أو بغير حق، لا يهتدون بهداي. ما هو هداه عليه الصلاة والسلام؟ الوحي الذي أنزله الله عليه، شريعة الله، لكنهم قلدوا الشرق والغرب، قلدوا أهل الضلال، ابتغوا الهدى في إيش؟ في الدساتير المستوردة، وتركوا شرع الله الوحي النقي الذي أنزله فيهم، ولا يستنون بسنتي، تعصبوا لمذاهبهم وطوائفهم وجماعاتهم وأحزابهم، وتركوا سنته عليه الصلاة والسلام. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، أي من خبثها وشنآنها وبدعتها، في جثمان أي في صورة إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، أي لإمامك، مهما كثر تهويل المهوين عليه وانتقاد المنتقدين فيه وتشويه صورته، اسمع له وأطع، لأنك أعطيته صفحة يمينك ومهجة صدرك، حتى لو ضرب هذا الإمام ظهرك أي ظلمك، وأخذ مالك أي ظلمك في المال، فاسمع له وأطع، أي لا تنزعن يدا من طاعة. وهذا فيه موقف المسلم من جور الأئمة، أنه لا يخرج عليهم ولا ينبذ طاعتهم وبيعتهم ولو ظلموه ولو جاروا عليه. ولهذا مرنا في حديث ابن عباس مع هذا الحديث الموقف من جور الأئمة، وخلاصته ثلاثة مواقف: الأول أن تكره المعصية، من رأى من أميره شيئا يكرهه، في رواية ابن عمر: فليكره ما يأتي من معصية الله. الموقف الثاني أن يصبر، قال: فليصبر، وهنا قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الموقف الثالث ألا ينزعن يدا من طاعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. جاء في هذا المعنى حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال. في فتنة أعظم من فتنة الدجال يا أخواني؟ ها؟ أثمة فتنة أعظم من فتنة الدجال؟ الجواب لا. أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة
فتنة الدجال، ومع ذلك خاف علينا عليه الصلاة والسلام فتنة أشد مما خاف علينا فتنة الدجال. ما هي؟ قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون. الأئمة المضلون. طيب كيف يا أخواني؟ الدجال فتنته تزيل الدين بالكلية، والأئمة المضلون قد يزيل الدين وقد لا يزيلونه، فلماذا خاف علينا الأئمة المضلين أعظم من مخافته علينا الدجال؟ لأمرين. الأمر الأول أن فتنة الدجال إنما تصيب من أدرك زمان الدجال، أما من مات قبل خروجه عليه فهو سالم ناجي. سالم ناجي من ماذا؟ أنت تعال هنا، تعال. سالم ناجي من أين؟ من الأمراض ولا من الأوجاع؟ إيش؟ أنا اللي أقول لك إيش؟ ما باقي إلا نجيب لك بطانية نحط معها مخدة، هذه المرة الثانية، والكلام لك وأعنيك يا جارة. سالم وناجي من ماذا يا أخواني؟ من الدجال. من مات قبل خروجه عليه سلم ونجا من فتنته، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الأئمة المضلين لا يخلو منهم الزمان الأول ولا الآخر، فالواقعون في هلكتهم والضلال بسببهم كثيرون، ولهذا قد يظن الظان أنه نجا من الدجال ولم ينج من هؤلاء، ولهذا خافهم علينا أشد من مخافته علينا الدجال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاق بجذر شجرة. عندكم ولمسلم؟ إيه نعم. ها؟ إيه نعم. الحديث ليس في مسلم وإنما عند أبي داود في سننه. نعم. في الحاشية. ولأبي داود؟ نعم. ولمسلم ولي... لا، ولأبي داود. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. في الحاشية قال: أخرجه أبو داود من حديث حذيفة بن اليمان وصححه الألباني في صحيح. إيه نعم. هذا ليس في مسلم. نعم. هذا وهم أو سبق قلم. نعم. الحديث لأبي داود. أحسن. نعم. أحسن الله إليك. ولأبي داود: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك. إن كان لله خليفة في الأرض. نعم. فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. هذه الرواية عند أبي داود تفسر الحديث، وهي في حديث حذيفة: إن كان لله خليفة في الأرض. الخليفة هو الأمير، سمي بخليفة لأنه خلف رسول الله المرسل من الله في إقامة دين الله، ولهذا سمي الصديق ماذا؟ خليفة رسول الله. مات الصديق فجاء من؟ جاء عثمان، أليس كذلك؟ ها؟ من جاء؟ جاء عمر، فقالوا خليفة خليفة رسول الله، طالت العبارة، ولهذا اصطلح الصحابة على تسميته أمير المؤمنين، لأنه لو جاء بعده قال خليفة خليفة رسول الله، ثم الرابع خليفة 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 رسول الله. طيب الخمسين؟ والله مشكلة، ولهذا اصطلحوا على تسميته بماذا؟ بأمير المؤمنين. إن كان لله خليفة في الأرض يعني أميرا، انعقدت له البيعة الشرعية بالإمرة، فضرب هذا الأمير ظهرك وأخذ مالك أي ظلمك،
ظلمك بالسجن، ظلمك بأخذ مالك أو مصادرته، سواء صادره له أو صادره لبيت المال لخزينة الدولة، هذا جور وظلم. لكن أنت مأمور بماذا؟ بالصبر، مأمور بالصبر، فأطعه أي لا تنزع اليد من طاعته، وإلا فمت. يعني إن لم يكن لهم خليفة ولا أمير فمت وأنت عاض بجذل أو بجذل شجرة، يعني إذا لم يكن لها إمارة صحيحة اعتزل الناس وهرجهم ومرجهم وقيلهم وقالهم وقتلهم وسفك دمائهم ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة. ثم أي على حين هذه الفرقة والاضطراب يخرج الدجال، والدجال يخرج يعني بدعوته، وإلا هو مولود من أبوين يبقيان 30 سنة عقيمين، فيولد هذا المسخ الممسوخ الأعور المسيح الدجال، والدجال يؤيده الله بخوارق امتحانا للعباد وتمحيصا لإيمان المؤمن ومحقا للكافر، معه نهر ونار، نهر بارد ونار تلظى، يعني نهر من ماء وخندق وحفر من نار، فيمتحن الناس بالترغيب، إن آمنتم بي أدخلتكم إيش؟ جنتي، وإن كفرتم بي أدخلتكم ناري. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليأتي ناره وليغمض عينيه. ليه؟ لأنه في العيون أنه نار، وفي الحقيقة ليست كذلك، وهذا لشدة مخاريقه وشدة فتنته. وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد. هنا في الحديث قال: فمن وقع في ناره وجبت إيش؟ وجبت أو وجب أجره، لأنه صبر على ابتلائه ولم يطعه في أنه ربه، لم يقبل بالترغيب وإنما قبل بالترهيب وأتى ناره، فقد وجب أجره أي دخل الجنة. لكن الثاني الذي اهتم بالظواهر واهتم بنجاته فقط، قال: ومن وقع في نهره الذي هو من ماء بارد وجب وزره وحط أجره، أي أحبط بشركه لما اتبع الدجال فظنه أنه ربه. قال حذيفة: قلت: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: هي قيام الساعة. وهذا سيأتي إن شاء الله مفصلا إذا مر علينا حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه في أشراط الساعة الكبرى. ونقف على باب أمارات الساعة، ونسأل الله النجاة من الفتن. عندك سؤال اكتبه. هذا السائل يقول: هل يجوز تعلم السحر لاتقائه مخافة أن أدركه لأنه شر؟ الجواب: لا، تتعلم السحر لاتقائه ثم تكون ساحرا وتبتلي عباد الله، لأن مخاريق السحرة وحيلهم وطرائقهم لن تبلغ لها مبلغا، فلا يجوز تعلم السحر، وتعلم السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تخدمك الجن، الجن لا تخدم السحرة حتى ماذا؟ يكفروا بالله. يقول أخونا هناك: أعطنا مثلا، أعطيكم مثالين، لا يمكن أن تخدم المردة من الجن السحرة حتى يكفروا. كيف يكفر؟ يذبح تيس أسود ولا يذكر اسم الله عليه. هنا ذبح لمن؟ لغير الله، فأشرك وكفر، فتخدمه الجن. أو يكتب القرآن بدم الحيض والنفاس أو بالنجاسات ليهين القرآن، فتخدمه الجن. أو يجعل القرآن تحت كرسي الحمام
عند قضاء حاجته يكفر بالله بإهانة كلامه لتخدمه الجن، فلا يجوز تعلم السحر ولو كان بزعمك أنك تكشف مخارقه، وإنما يكشف السحر بالقرآن وبالعلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ولي الأمر الذي يطاع هل يجب أن يكون فيه شروط؟ بانت في الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي من انعقدت له بيعة المسلمين في جهة أو في دولة أو في بلد اسمع له وأطع. من يبايعه؟ أهل الحل والعقد، هذا تكون بيعته ثابتة إلى إما أن يموت أو يستعزل، أو أن أهل الحل والعقد يبدلوه بغيره إذا رأوا الكفر المباح، الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان. هذا السائل يقول: المراد بقوله على من قوله عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، هل هم علماء السوء أم ولاة الأمور؟ المراد به الأمران، علماء السوء وولاة أمر السوء، الجميع يراد به هذا وهذا. وفي الحديث الأظهر أن الأكثر ورودا هم أمراء السوء الذين لا يحكمون في الناس دين الله ولا شرعه، والله أعلم. يقول السائل: هل تجوز صلاة النافلة في الحرم في أي وقت حتى في أوقات الكراهة؟ لا، الحرم كغيره من المساجد، فلا تصلى النافلة المطلقة في أوقات النهي إلا النوافل من ذوات الأسباب كركعتي تحية المسجد وكصلاة الكسوف والخسوف والصلاة على الجنازة، فإنها لا ترتبط بأوقات النهي على الصحيح. ومن أراد أن يصلي ركعتين نافلة في الحرم فليطف بالبيت سبعة أشواط ثم ليصلي في أي وقت، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء أن يصلي من ليل أو نهار، والله أعلم. هل تجوز العمرة عن الوالدين المريضين أم أن الأفضل وهو ثواب العمرة لهما؟ إذا كان الوالدان مريضان فإن الأفضل أن يجعل الإنسان العمرة عن نفسه ويدعو لهما، وكذلك لو كان ميتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرضت بناته وماتت زوجه وأعمامه ولم يؤدي عنهم لا عمرة ولا حجة، دل على أن الأفضل إيش؟ أن يجعل العمرة له والحج له ويدعو لمرضاه من والديه أو من أحبابه، هذا الأفضل. فإن أراد أن يبر والديه يبرهما بماذا؟ بأن يؤدي عنهما العمرة والحج، فيجوز ذلك، يجوز ذلك إذا كان عاجزين عجزا بدنيا أو كان ميتين، والله أعلم. ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم؟ الحرم له خصوصية، فإذا كان يصلي في أماكن الصلاة في الصفوف فلا تمر المرأة بين يدي المصلي، وإن كان يصلي في المشايات أو في الطواف أو في السعي فهذا هو الذي تعدى على حق الطائفين والساعين والمارين، فلا حرمة له والحالة هذه، هو الذي تعدى. أما في أماكن الصلاة خلف الأعمدة أو في الصفوف فإن مرور المرأة يقطع صلاة المصلي، إلا إذا كان المصلي يصلي خلف من؟ خلف الإمام،
فإن كان يصلي خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن وراءه. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قدم إلى منى. أين منى؟ قريبة ولا بعيدة؟ أجيبوا يا رعاكم الله. قريبة. قدم ابن عباس في حجة الوداع إلى منى على أتان. ما هي الأتان؟ أنثى الحمار أعزكم الله. طيب ذكر الحمار وش اسمه؟ حمار، وإن كان صغيرا فجحيش، فإن كانت كبيرة فحمارة. عرفت نسب آل الحمار؟ فمر ابن عباس على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فنزل من على أتانه وقد ناهز البلوغ، عمره 13 سنة، فأرسل الحمار يمشي بين الصفوف ودخل في صف الصلاة. فهل قطع الحمار صلاة المصلين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وسترة النبي وهو الإمام سترة لمن جاء بعده، والله أعلم. سب العلماء وتفريق المسلمين في بلادنا، أصبح الآن يقول علماء سلطة وعلماء سلف وهم في منهج واحد، هذه من الفتن التي سمعتم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها، سواء في بلادكم أو في غيرها من بلدان المسلمين. وحتى تميز العالم من غير العالم تعلم العلم، فإنك إذا تعلمت العلم عرفت العالم حقا من مدعي العلم وهو ليس بعالم، والله أعلم. ما الفرق بين الفرق وبين الجماعات؟ الجماعات هي نواة الفرق، وأعطيكم قصة الفرق باختصار. أول ما تبدأ الفرقة بداعية الضلالة، فيجتمع عليه عدد قل أو كثر فيكونون إيش؟ جماعة، فتبقى الجماعة مدة ويكون لها انتشار حتى تكون على مر الأيام فرقة، فإذا انتشرت وزادت صارت نحلة وديانة. هذه قصة الفرق من جهة العموم، والكاشف لها كله هو العلم الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كم باقي؟ ما حكم من يعصي الله بالنظر إلى النساء في المسجد الحرام وأثناء المناسك العمرة خاصة، وهل تقبل منه العمرة؟ هذا ليس خاصا في المسجد الحرام ولا في أثناء مناسك الحج والعمرة. لا يجوز للمسلم أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه، أي من غير محارمه. قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من إيش؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وليس لك النظرة إلا النظرة الأولى بغير قصد، فلا يجوز أن تديمها ولا أن تكرر النظرة الثانية. والنظر إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن في الحرم أعظم إثما من غيره، لأن هذا المكان معظم. فإن كان ينظر إليهن في أثناء أدائه النسك فنسكه ناقص، وربما إذا كرر هذا الإثم لا ينزع من النسك إلا بالإثم ولا ينال منه الأجر، والله أعلم. يقول: زوجتي مصابة بسحر مأكول منذ 6 أشهر وهي تعاني، مع العلم أنها محافظة على صلاة الليل وقراءة البقرة 3 مرات يوميا، أفيدونا بطرق العلاج. أولا، ما الذي جعلك تتأكد أنها مصابة بسحر؟ من أين لك ذلك إلا من الوهم؟ وتجار الوهم
كثيرون في هذا الزمان، فإن 90% ممن يدعي أن فيه سحر ما فيه إلا العافية، ما فيه إلا التخيلات والوساوس والأوهام، ويزيد هذا الوهم ذهابه إلى راق جاهل أو عراف أو غيره يريد أن يأكل منه المال، فيوهمه أنه مسحور أو زوجته مسحورة أو أن فيه عين أو فيه نفس. وليس معنى هذا أني أنكر السحر أو أنكر العين والنفس، لا، لكن من واقع الحال أكثر الناس ما فيه لا سحر ولا عين ولا نفس، إنما فيه الوهم بدليل أن زوجتك تقرأ البقرة 3 مرات يوميا كما ذكرت، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن البقرة إيش؟ أن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة وهم المردة من الجن، فلو كان فيها سحر لانحل. وقول القائل أنه سحر مشروب أو مشموم ليس له إليه سبيل، إنما هذه من التخرصات، فتعوذوا بالله من الشيطان ومن وساوسه، والله أعلم. كثرت عندنا في بلادنا الجماعات والأحزاب، فما حكم الإسلام في هذه الجماعات وكيف نتعامل معها؟ الحمد لله، إن كانوا يعبدون الله على حق فاعبد الله معهم، لكن لا تنطوي تحت جماعة وأنت تحت بلد فيه أمير يحكم الناس بشرع الله، إنما من كانوا على حق وافقهم في حقهم الذي هم عليه، ولا تنتسب إلى الجماعة الفلانية أو الحزب العلاني. الله جل وعلا ما جعلنا إلا جماعة واحدة اسمها إيش؟ المسلمين، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، والله أعلم. يقول: أين نحن من حديث الرسول إلى حذيفة في أي زمان؟ نحن والله أعلم في الزمان الأخير الذي فيه الدعاة على أبواب جهنم الذين يهتدون بغير الهدي ويستنون بغير السنة، وهم دعاة على أبواب جهنم إلا من رحم الله. في خضم هذا الأمر لا تزال طائفة وجماعة باقية على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. من هؤلاء؟ الطائفة المنصورة الناجية أهل السنة والجماعة، والله أعلم. هذه المظاهرات من صفات الخوارج. أنا أسأل: هل ظاهر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقد وقع في زمانهم ما وقع، وقع في زمانهم والحجاج وجوره، هل خرجوا في مسيرات ومظاهرات؟ هل أذاعوا في جوالاتهم الاعتصام في المحل الفلاني؟ الجواب لا. ولو كان في المظاهرات والاعتصامات خير للمسلمين لأبانه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، الذي ما ترك من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. ثم هذه المظاهرات من أين استوردناها؟ من أعدائنا، إنما وردت على المسلمين من أين؟ من غير المسلمين. إذن لا خير فيها إلا التشويش وإثارة القلاقل وإثارة النفوس والشحناء والبغضاء على المسلمين وعلى ولاة أمورهم، وهذا منهج الخوارج الذين أثاروا مثالب عثمان ونشروها وأذاعوها، وهم الذين قاموا بالمظاهرة عليه حتى عزلوه عن إمامة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ظاهروا عليه حتى حصروه في بيته، وحصروه أي اعتصموا عند بيته محاصرين له، والله أعلم. يقول: ما حكم صيام يوم السبت إن كان صيام يوم السبت وافق رمضان أو صياما واجبا؟ يجب أن تصومه، يجب أن تصومه، كمن عليه قضاء أو كفارة يجب أن يصوم يوم السبت،
الحالة الثانية أن يوافق صيام يوم السبت صياما فاضلا كيوم عاشوراء أو يوم عرفة أو ست من شوال، أو إنسان يصوم الأيام البيض وكان منها يوم السبت، أو يصوم يوما ويفطر يوما وافق يوم السبت، فإنه يصومه. والحالة هذا لأنه ما صام السبت لأجل أنه سبت، لكن صامه لأنه وافق يوما فاضلا. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين دخل على ميمونة أو على جويرة بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ ما أمس الجمعة؟ الخميس. قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت: لا يا رسول الله. قال: فأفطري. ثم قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. دل على أنها لو صامت السبت لم تخص الجمعة، وجاز لها صيام السبت مع الجمعة. الحالة الثالثة أن يصوم يوم السبت لأنه يوم سبت، فهذا نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا نشابه من؟ اليهود الذين يخصون السبت بالصيام. وما جاء في حديث أبي داود وغيره: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فيه، فحديث فيه ضعف، وعلى فرض ثبوته فمعناه النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام. المعنى هو النهي عن تخصيصه بالصيام، والله أعلم. ما تقولون في من يخرجون على الحكام ويستدلون بالأحاديث؟ نعم، عندهم أحاديث وعندهم حجج، لكنها شبهات، شبهات لا تنطلي على العلماء، إنما تروج عند غير العلماء. كيف يخرج على ولي الأمر وقد أمرنا نبينا بأن نسمع ونطيع لولي الأمر؟ والسمع والطاعة له ليس معناها تبرير معصيته وظلمه وجوره، لكن معناها أن ننصح له. النصيحة لله ولمن؟ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ننصح له عن المعاصي وعن الظلم، إن قبل فالحمد لله، لم يقبل لا نوافقه على ذلك ونصبر درءا للمفسدة العظمى بالصبر على المفسدة إيش؟ الصغرى والدنيا. أما الاستدلال بالأحاديث فهذا هو الغلط، لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا أن نرى كفرا بواحا، أي ظاهرا لنا فيه من الله سلطان، عندنا فيه حجة ودليل ظاهر، ورابعا أن توجد القدرة للمسلمين على ذلك، وإلا صبروا إلى أن يرثهم الله جل وعلا حالا غير هذه الحال، والله أعلم. ما حكم من شك في سلس البول؟ الغالب أن الذي يشك في سلس البول عنده وسواس، هذا هو الغالب، فيتوهم أن فيه سلسا سواء في بوله أو في ريحه، سلس الريح في الغازات وسلس البول، وهذا الذي يوهمه الشيطان بهذا الأمر نقول له: إذا توضأت من خروج البول فأكثر الماء على فرجك، أكثر الماء على فرجك، فإذا أوهمك الوهم أنه خرج منك شيء وإذا هو من رطوبة الماء، أسبوع واحد وينقطع عنك هذا الوسواس، وهذا معروف ومجرب بالتجربة، والله أعلم. هل تجوز العمرة في مسجد سيدة عائشة رضي الله عنها؟ لا يا أخوان، العمرة في مسجدي في الكعبة، ما هو في مسجد عائشة. اصبر، أنا ما سألتك وش يقصد، ولا نعلم المقاصد حنا، من يعلم المقاصد؟ الله جل وعلا.
لا تكون العمرة في مسجد عائشة رضي الله عنها، وإنما العمرة للمكي، ومن كان في مكة يحرم من الحل، وأدنى الحل التنعيم، وسمي المسجد الذي أنشئ في أدنى التنعيم باسم من؟ باسم أمنا عائشة رضي الله عنها، لأنها السبب في إحرامها من هذا المكان تيمنا بها، لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم. لماذا اختار التنعيم والنبي كان في الأبطح؟ لأن التنعيم أقرب الحل إلى الكعبة، أقرب الحل الكعبة التنعيم، يبعد عن الكعبة 7 كيلومترات. ولهذا من كان في مكة سواء من أهلها أو ممن جاء وأقام فيها، أتى بعمرة وأقام فيها أكثر من 5 أيام، يجوز أن يخرج ويأتي بالعمرة محرما بها من مسجد عائشة. أقل من 5 أيام يصلي ويطوف ويقرأ القرآن في الحرم. العمرة الثانية بعد 5 أيام حتى يصير رأسه أسود. أما رايح جاي من التنعيم إلى الحرم ومن الحرم للتنعيم، هذا شق على نفسه ولم يأتي خيرا، والله أعلم. الذي عنده سؤال إيش يكتبه؟ لو فتحنا الباب للأسئلة الشفهية ما خلصنا. ما حكم التعامل مع البنوك ومكاتب البريد يعني البوسطة التي تصرف أرباحا سنوية للعميل إذا كان دخل مع البنك شريكا في تجارة قابلة للربح والخسارة، وكذا مكاتب البوسطة، فلا مانع من أخذ الأرباح، وتعرف الأرباح بأنها غير ربوية إذا لم تكن ثابتة. إذا قال تعطينا 100,000 لك منها 10%، عرفنا أنها فوائد ربوية، قرض ربوي. أما إذا دخل معهم بالتجارة وهي قابلة للبيع والشراء للربح والخسارة وجاءه ربح غير محدد فهذا جائز. أما إذا كانت الأرباح ناتجة من الودائع، يضع وديعة ويأخذ عليها ربحا معلوم، فهذا هو ربا القروض الذي حرمه الإسلام، والله أعلم. ما الدليل على أن القدر بين العمرة والعمرة للمقيم بمكة 5 أيام؟ ذكرنا الدليل في درس الأمس، من يذكره؟ اجلس. الدليل هو أنه أقل ما ورد عن الصحابة فيما بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن بين العمرة والعمرة كم؟ قدر أن يحمم رأسه، يعني يصبح رأسه أسود بعدما يحلقه بالموس. كم يحتاج هذا؟ في المتوسط كم؟ 5 أيام تقريبا، والله أعلم. ما حكم من ينزل منه المني ولو بدون شهوة؟ هذا السؤال فيه رائحة الوساوس. نعم، بعض الناس يتوهم أن الذي خرج منه مني، والحقيقة لا، إنما خرج منه ودي. لكن يمكن يخرج المني من الإنسان يسيل من غير شهوة، وهذا في من كان مريضا أو ممن به ألم بظهره، ضرب على ظهره أو سقط على ظهره، قد يخرج منه المني بغير شهوة. وإذا خرج المني من الفرج بغير شهوة وإنما يسيل كما يسيل البول والودي، فهذا ناقض للوضوء فقط، ولا يوجب الحدث الأكبر، لا يوجب الحدث الأكبر، وإنما يوجب الحدث الأصغر بالوضوء فقط. أما المني الذي يوجب الغسل فهو ما خرج دفقا بشهوة عند اكتمال اللذة، والله أعلم.
ما تعبتوا يا أخواني؟ يا شيخ، وهل إن كان من أهل مكة ماذا يعمل؟ يبقى في مكة ويطوف ويصلي ويقرأ القرآن، هذا الأفضل له. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس على أهل مكة عمرة، لأنهم منشغلون بماذا؟ بالطواف وبالصلاة. هذا الذي أتعب نفسه ذاهبا للتنعيم وجائيا منه، غفل عن أعظم من ذلك، وهو أن يصلي صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، أن يطوف بالبيت، أن يقرأ القرآن. ولا مانع أن يجعل في كل شهر عمرة كما قال علي رضي الله عنه. ما حكم حالف الطلاق أقل من ثلاثة أكثر من مرة؟ هذا لعاب الذي يحلف بالطلاق مرة بعد مرة، هذا لعاب ومعتدي ومتلاعب بحد من حدود الله. الله جل وعلا ماذا قال في الطلاق؟ إن طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك إيش؟ حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذا الذي وقع بهذا الأمر نقول راجع المحكمة الشرعية حتى تحقق معك في طلقاتك، وينظر ما وقع فيها وما لم يقع. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.